ان هذا وباء اجي يعني وباء على وباء عالمي. اذا ما انا اشارك وانت تشارك وذاك يشارك فاعتياد راح كل الاثنين نقع بهذا الوباء. فمن انا اشارك وانت تشارك ونحافظ على منطقتنا من هذا الوباء. نشاطنا اليوم هو توعية عن مرض كورونا، الوقاية وايضا الاعراض مالته، فنوع الناس انه اي اعراض تظهر عليهم لازم يزورون اقرب مؤسسه صحيه وايضا طرق الوقايه. احنا من خلال نشاطاتنا نقدر نوعي الناس على هوايه امور يعني هم يجهلوها بواقعنا. لكن هذا المرض يعني منتشر وباها عالميا، وهواية دول عالمية هي حاليا متخوفة من هذا المرض. احنا لازم نتكاتف ونكون ايد بايد كمواطنين وكناشطين وكاعلاميين وك يعني كافة شرائح المجتمع الوطني، المفروض يعني تصير ايد بايد لكي نتخلص من هذا الوباء. والله احنا رسالتنا الشباب المحافظه خاصه محافظه الانبار، يعني احنا شبابنا واعي ومتفهم، فنوجه لهم هذه الرساله بان يعني كل واحد يبدا من يمه بعمله، شو يقدر يعمل لهذه المحافظه يعمل لا يقصر وياها.